إخوان السلام عليكم. في هذا الفيديو كندا دارت واحد ليفينمو اللي خاص بالطلبة. دارت سميت هذا ليفينمو هذا هو سالون فيرتيول ديديكاسيون او كندا خاص بالافريك اللي غادي يكون ان شاء الله بين 25 حتى 27 في هذا الشهر هذا، ومع اللحدة من اللحدة ديال من اللحدة النهار حتى 9 الليل بالتوقيت غرينيتش. واللي بغى يتسجل الاخوان غنخلي لكم الرابط ديال التسجيل في الوصف. ساهل ماهل، ما يعني ما كيطلبش شي حاجة اللي هي معقدة. بالنسبة اللي بغى يقرا تما ولا اللي بغى يقلب على بورس ولا بغى يكمل قرايته من في التخصصات تما في التخصصات، ما عليه غير هذا ليفينمون. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.